عمرك تخيلت إنك لو قريت حرف غلط ممكن حياة إنسان تتأثر؟ لأ، وكمان ممكن توصل للموت. متخيل الضغط اللي على الشخص ده؟ يسعدني أقولك إن الشخص ده هو الصيدلي. تخيل حضرتك إن الأكاديميات الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة أكدت إن قراية خط الدكتور في الروشتة بشكل خاطئ ممكن يموت 7000 شخص سنوياً. الشخص اللي واقف في الصيدلية هو اللي ممكن ينقذ حياتك أو يقضي عليها بقراية حرف واحد بس غلط. أحب أقولك إن الجدل ده موجود من زمان، لحد ما جت سنة 1240. وقتها قرر الإمبراطور فريدريك الثاني، واللي كان نفوذه ممتد على دول كتير تحت مسمى الإمبراطورية الرومانية، إنه يحسم الجدل بين دور الأطباء والصيادلة. الراجل ببساطة قال إن اللي بيكشف على الناس ويحدد المرض مختلف تماماً عن اللي بيحضر التركيبات الدوائية وبيحدد جرعات العلاج، وعلشان كده حط مجموعة تشريعات بتحدد مهام الصيدلي وتفصل بشكل قاطع مين يتقال له دكتور ومين يتقال له صيدلي، وحدد اللوائح والقواعد الحاكمة للمهنة. وخليك فاكر، حياتك كلها ممكن تقف على حرف شخص أراه غلط، فأكيد الشخص ده مهم جداً في حياتك وحياتنا كلنا.